طلبة كلية المحلوقات بومرداس راه دخلنا الشهر الثالث من الاحتجاج تاعنا هذا اللي قبل بلا مبالاة، ما طولنا حتى حاجة غير وعود وعود وعود. السبب تاعنا الوحيد رايحين تما ندافعوا على حقوقنا، حقوقنا في البرد في النوم، ما كانش حتى واحد، ما كان حتى مسؤول، حتى واحد جاء ولو بالرفض، ما قلنا ما نديروش اجتماع. كانت هناك اتفاقية تخص توظيف المباشر لطلبة كلية المحروقات، بعد ما كان إلغاء هذه الاتفاقية احنا طالبنا بهذا الاحتجاج بان نعاودوا نحيوها. المطلب تاعنا سهل بسيط، هو التوظيف بالكفاءة. احنا ما قلنا لهمش خلقوا لنا مناصب شغل ولا كذا، مناصب الشغل اللي كاينين وظفوا أصحاب الكفاءة، ما توظفوش بالسياسات وهذه.